أعلنت هيئة الطاقة المستدامة إطلاق جائزة هيئة الطاقة المستدامة للطاقة المتجددة تحت رعاية الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، وذلك إيمانا منها بأهمية دعم مختلف الجهود المبذولة وإسهامات كافة الجهات بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية المعتمدة بما فيها الوصول للحياد الصفري للكربون والأهداف المرحلية والمبادرات ذات العلاقة.